رجعنا لكم. بصوا بقى يا عزيزي، تعال نشوف كل معايب القصة قرآنيا بقى. زي ما قلت لكم الأول بنقرا دول، وبعدين نشوف بقى صداها في القرآن فين ده؟ اللي هو هم معترفين إنه مش موجود. بيقول لك أصل هو عشان احتقارا لشأني، كان زي مش زي فرعون يعني. ولا إن ربنا يدي سلطة الخلق الواحد زي ما قلت لكم فما يجيبش سيرته. شيء مضحك. شوف يا سيدي، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وبيكمل الكلام ربنا لحد ما يبقى الكلام بقى المهم. بيقول له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. بصوا التكرار. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فربنا هيجيب واحد في آخر الدنيا يعمل ده كله وما يقولناش عليه ذكر واحد في القرآن. يا للهول فعلا والله. اللي بعده قل، بص ربنا اختصاصات الحياة والموت عنده. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. لوحده ولا يمكن غير بكلمة بإذني يديها لحد، ولا يمكن لو حصلت ما يقولهاش في القرآن. في القرآن يا راجل مفيش سيرة الإله هيجي يقتلنا ويحيينا وينزل المطر. خلاص الآية برضو 80 في سورة المؤمنون، وهو الذي يحيي ويميت ولا اختلاف الليل ولا اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ربنا كلام عن نفسه. دي الصفات الخصيصة يا جماعة بيسموها اللي هو مفيش غيره يعملها. عشان كده دايما لا إله إلا الله أو كذا ويحيي ويميت. أنا عشان كده بأكد لكم عليها، مش أي صفة. خلاص، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت مفيش غيره. وهو والآية الثانية 56 في سورة يونس، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سورة الحديد الآية 2، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كل ده تأكيد. فيقول لك إيه؟ أصلها فتنة يعني، عشان ما يقولناش عليها كمان. والنبي ده كلام أقل فتنة يا أصدقائي في القرآن، أقل فتنة ربنا ذكرها. بص قوم صالح، خلاص بص ربنا بيقول إيه؟ بيقول إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الناقة بس مجرد قال لهم دي ناقة الله فلا تذبحوها، فتنة ربنا ذكرها. فهيجي يدي سلطاته في الخلق لشخص غريب احنا لحد دلوقتي مش عارفين شكله ولا اسمه ولا لونه ولا عرضه ولا مكانه وكل التناقضات اللي انتوا عارفينها، ومش هيقول لنا. شيء لطيف قوي ما شاء الله. خلاص تاني بيأكد ربنا على موضوع سيدنا عيسى، شوف اقرنها بيه في كل موضع، 49 في سوره آل عمران، ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. بص التاكيد، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. مفيش ولا مره ما قالهاش غير كده. فربنا هيدي كل ده، وواحد يقول انا ربكم الاعلى زي فرعون، دخل الاثنين في بعض بقى، اسمه المسيح الدجال ومحدش هيقول لنا عليه سر، محدش عارف. وطبعا احاديثه انتوا سمعتوها. وطبعا تاني ايات سيدنا عيسى والتذكير، وطبعا تاني اليس الله بقادر على ان يحيي الموتى، وكانها خصيصه لي، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. شايف ده انا بس اللي عاملها. فالله هو الولي، دي سوره الشورى، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني مش عايز اقول لكم قد ايه في ايات في القران فيها تاكيد على احياء الموتى. انا نحن نحيي الموتى في سوره ياسين، انا نحن بصيغه التعظيم. طبعا نرجع بقى الموضوع كمان بالمره في معايب الروايه دي. بص يا عزيزي، ربنا في اللي انتوا سمعتوه، قصدي الحديث اللي انتوا سمعتوه في اليومين اللي فاتوا، بيقول ايه بقى؟ ركزوا دي نقطة مهمة قوي. وبيقول لك الرسول المفروض بيحذر أمته، بيقول لهم إن ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور. أنا مش بهزر بقى يعني، ده ما فيهوش أي نوع، ده أسى كبير جدا. أنتوا متخيلين إن ممكن يبقى الفرق الوحيد في عيون المؤمنين
بين ربنا وبين أي مخلوق تاني إنه يعرفوا إنه ده أعور وده لأ؟ هل ده توصيف ربنا اللي قاله في القرآن 23 سنة للنبي؟ هل أصلا ربنا يتشيأ شيء فبس إحنا عارفين إنه هو ده ربنا هو بس طلع أعور يبقى مش ربنا؟ هل ده ممكن يتقال من النبي؟ طب هل ده يقبل في العقيدة إن ربنا يبقى جسم ونشك ونتأكد إن هو ربنا إلا لو شفناه أعور؟ وهل يوصف الإله حتى في فعل الضد إنه يتقال عليه كده مش عيب إن ربكم ليس بأعور؟ وهل الشك المطلق واصل لمرحلة إن هو ده ربنا خلاص مع كل السلطات وفعلا اللي مكتوب إن هو ربنا وأنا متخيل إن ربنا جسم وشيء وبتاع؟ طب المؤمنين دول كلهم وقبلهم النبي نفسه سبحانه يعني أقدم كان خلقه القرآن ما نزلتش عليهم آية ليس كمثله شيء؟ إن مثل نوره الآية العظيمة بتاعت كمشكات فيها مصباح ليس كمثله شيء. عظمة ربنا نفسها يعني بص الآية المعروفة اللي هي اسمها آية الكرسي في سورة البقرة بص بتنتهي بإيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يتقال عليه من الرسول المفترض على فكرة ده مش ربنا ده بس عشان ده أعور وربنا مش أعور؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وإزاي سكتنا كل القرون دي على الكلام ده؟ إيه ده؟ ربكم ليس بأعور ماشي؟ وفي الآية الثانية 74 في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم. أنا مش هعدلكوا آيات العظمة في القرآن وإلا بقى أنا مختل. ربنا ربنا بس الفرق بينه وبين المسيح الدجال ومش أعور؟ طيب قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. العرش مش هو العظيم ربنا العظيم ورب العرش العظيم اللي هو ربنا. كل ده عادي انه يتوصف من الرسول للمؤمنين الصحابة انه بس مش أعور؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فوقه والله محتاجة كده فوقه اصحوا من النوم اقروا القرآن بس اللي بيتقال فيه العزيز والجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أي شبيه أو قرين يتقال عليه مفترض من الرسول أعوذ بالله طبعا ما قالش إنه بس الفرق بينه وبين الشيء الغامض الخرافي ده إنه مش أعور ربنا مش أعور. العقل زينة فعلا خلاص. وطبعا يعني مش هقول لكم بقية الآيات لأن عيب يعني الآية اللي أنا بقول لكم عليها 11 اللي هي في سورة الشورى برضو فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. دي الآية دي يعني الرسول يقول بعد ليس كمثله شيء وكل العظمة لربنا دي اللي في القرآن يقول بس يا جماعة خدوا بالكم لو شفتوه وبيحي ويميت ما تقولوش ربنا. ليه بقى؟ مش عشان ربنا لا يمكن توصيفه ولا ليس كمثله شيء. لا ربنا مش أعور وهذا أعور. احنا في مأساة على فكرة احنا في مأساة. فبصوا بقى تعالوا نفتكر بقى كمان بالمرة قبل ما أقول لكم نقطة أخيرة كده فيها يعني. بص يا سيدي بقى مجموع بقى اللي قريناه كله فاكرين الورقة بتاعت أول امبارح وامبارح طلعها بقى عزيزي عزيزتي هات الورقة. المسيح الدجال اللي في كتاب البخاري والبخاري مع بعض ومسلم ومسلم مع بعض ثم البخاري ومسلم مع بعض كل بقى اللي قرانا بالجساسة بالعفاريت كلهم. ركز بقى معايا أعور وصف وفي نفس الكتب سليم أعور العين اليمنى وفي نفس الكتب بخاري ومسلم أعور العين اليسرى في نفس البخاري ومسلم إله يخلق ويحيي ويميت يحيي قتل الراجل وأحياه إله. الناحية التانية في البخاري ومسلم برضه ضعيف جدا وهين على الله قصير وشعره أكرت في البخاري ومسلم حديث الجساس كبير الجسم كأعظم إنسان خلق لا يدخل المدينة. الرسول قال محرم عليه دخول المدينة وفي ملائكة واقفين له بالسيف طلع أنه عايش في المدينة موجود في المدينة اللي هو ابن صياد. الرسول يعرفه باليوم والشكل والشعر والطول والعرض والمكان اللي هيجي منه من أصفهان أو من الشام في عكسين خلاص. الناحية التانية في البخاري ومسلم الرسول لا يعرفه متشكك في أمره وما كانش عارف الطفل الصغير ابن صياد هو ولا لا خلاص. عنده خوارق هيأتي معاه جنة ونار ونار تقلب جنة وجنة تقلب نار. الناحية التانية في نفس البخاري ومسلم ضعيف وملوش أي قدرة
لم يخرج، لم يوجد. الناحية التانية في حديث الجساسة موجود في جزيرة في محيط اللالا لاند ومش عارفين هي فين، وقاعد في لحد دلوقتي معاه الدبة اللي بتتكلم وقاعدين بقى مع بعضهم في الجزيرة. ما هو بيقول لك أنا دخلت البحر تاه بينا وفيلم. خلاص؟ كل دي تناقضات في كتاب، في الكتابين هم اللي بيعرفونا على المسيح الدجال ده الخيالي ده. خلاص؟ معه جنة ونار أمره هين، معه أنهار كتيرة جدا وبالذات نهرين، قال وجاء معه نهرين. الناحية التانية والحديث عن المغيرة بن شعبة قال له هو معاه نهر ماء وجبل خبز، قال له هو أهون على الله من ذلك، ما عندوش حاجة. يعني معاه أنهار وجنة ونار وبيحيي وميت ولا ما عندوش حاجة؟ خلاص؟ مكتوب على وشه كافر. عند الحديث الجساسة أعظم إنسان خلق، وعند ابن صياد ولد صغير مش مكتوب على دماغه حاجة. راجل كبير بس قصير، هنا راجل كبير بس عظيم البناء، وهنا طفل صغير. ثلاث تناقضات، اللي هو ابن صياد طفل ولا كبير ولا عظيم ولا إنسان ولا أعور ولا عين ولا إله ولا ضعيف ولا قصير ولا طويل، ولا هيدخل مدينة ولا مش هيدخل، ولا معاه أنهار ولا مش معاه أنهار. مين دول وإيه اللي حصل؟ أنا بتكلم بقى جد. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده اللي اتقبل ده 1400 سنة وبعدين يقول لك أنت إزاي تتكلم؟ يا عم اسكتوا. ده دي على بعضها كده الأرنب في الثلاث أيام، لو مش هي اللي اسمها الأسطورة تبقى الأسطورة دي شكلها إيه؟ دي اسمها إيه دي؟ يعني الأسطورة بقى تعرفها إيه لو ده كده مش أسطورة؟ الخلاصة يا رجال ويا نساء اللي عايز يصدق، احنا هنطرحها على بساط البحث والمدارسة عشان هما بيحبوا الكلام ده. حضرتك لو بعد ده كله والآيات اللي قرأتها لك في القرآن دي وكل إيه ده؟ كوارث المسيح الدجال والحقيقة ده دجل، كل التناقضات دي في كتابين هما ما انتش عارف مين بقى، مين بس الدجال ده مين؟ حد بس يقول لي هو مين فيهم؟ وبعدين يقول لك دي علامة مؤكدة وعقيدة من علامات الآخرة. صدق صدق حبيبي، مش هتصدق حبيبي برضو ما عنديش مشكلة خالص، يعني تبقى معانا وتقول إن شاء الله كده. إيه ده؟ إيه يا جماعة ده في قرآن عظيم وربنا توصف بأنه مش أعور ومش عارف الرسول ولا شخصية؟ يا جماعة ده الحديث بتاع اللي هو قلت لكم بيتخفى ورا النخل ده امبارح. يا جماعة بصوا هقول لكم حاجة دي مهمة جدا وهنتكلم فيها بعد رمضان كتير في الحلقات العادية بتاعتنا. الناس دول لما دسوا فهمكم حاجة، الدس ده كان يبقى إيه؟ أحط كلمتين زيادة نقصان، أدخل قصة، فده يخلي إيه؟ الصورة الذهنية للرسول هي هي أو لهذا الرجل اللي قلت لكم امبارح بتدي حق، يعني معاذ الله واستغفر الله العظيم راجل خفيف. الرسول ده شخصية تقيلة قوي كرجل، لأنه لما يتحمل المسؤولية دي يبقى مش واحد طبيعي بعيد عن أخلاقه وأدبه، راجل تقيل. طفل مين اللي يجري وراه ويقعد يبص على النخل يقول له أنا مين وأنت مين وبيجي لك حد؟ طب أنا مخبي إيه في نفسيتي؟ إيه الكلام ده؟ عيب. مش هقول لك غلط وصح وأحاليل محاديث، عيب عيب يا بابا، عيب عيب الكلام ده. يدي صورة ذهنية إيه عن الرسول؟ عشان كده الناس دي اللي عايز اقول لكم ان الناس دي لما كانت بتدس ما كانش بيبقى قصدها الدس كهدف، ده وسيله مش لدرجه دس كلام، ده بيخترع شخصيه تانية. اسمعوا الكلام ده عشان هنتكلم فيه بعد كده كتير. الدس اللي حصل في السنه اختراع شخصيه اخرى للنبي، ومش في دي بس، في الاساطير لا في كل حاجه. فانت هنا تلاقيه على خلق عظيم، وهناك تلاقيه بيقول من سببته ولعنته، هنا تلاقيه مش عارف ايه، اختراع شخصية أخرى للصورة الذهنية لهذا النبي العظيم كان مقصد من مقاصد الأحاديث اللي وضعت، وبالذات لما وضعت في البخاري ومسلم بلا أدنى شك. وحتى وصلت إن ناس سلفيين زي ابن عثيمين مش قادر يقول لك، قال لك ده حديث موضوع مش هقدر أتكلم، الجساسة ده مستحيل، ده بس، فما بالك كله الحاجات التانية، يعني مش كل الكتابين. فخلي بالكم ان في هدف كبير جدا نتكلم عنه بعدين. الهدف ما كانش الدس، طبعا ده هدف اول او هدف سطحي انه تخريب القصه العاقله في الاسلام، لكن الهدف كان اختراع شخصيه اخرى للنبي. اختراع الراجل الثقيل الثقيل الوزن حقيقه، يعني شخصيه والهيبه اللي اسمه صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن عبد الله، مش هو الشخص اللي يقف ورا الشجر ورا النخل ويجري ويمسك طفل صغير يقعد يقول له أنا قلقان منك، أنا مخبي إيه؟ فيقول له الدخ، يقول له اخسأ إيه ده؟ إيه ده؟ مين ده؟ ده بعيد بقى عن الدين خالص، مين الشخص ده؟ العقل زينة بس هو عند ناس كتير قوي من أنتوا عارفينهم مش زينة. مش زينة خالص. المهم
حاجة أخيرة بقى عايز أسألكم، ودي بقى هقولها في المداري كده، مش المداري يعني، مش ناقصة تفصيل، خلاصة الأمر يعني، عشان عندنا شوية وقت كتير، بكرة نفتح بقى الموضوع الكبير. السؤال بسرعة كده، ركز، الدس ده اتعمل ازاي؟ هو دلوقتي السلطات اللي هي دي المفترض معاه تخليه على حسب كلام الرسول اللي هو أكيد إن شاء الله مش كلامه، تخليك تفتكروا ان هو اله، فقال لهم ايه؟ ان ربكم ليس باعور، فمعاه سلطات الاله. فانا كان المفترض لو انا بقى في الوعي اسميه ايه؟ الاله الدجال مش المسيح. ركز. طب ليه تسمى المسيح الدجال؟ عجيب. ليه؟ لان اللي دس كان يمكن معتقد انه مثلا السلطات دي بتاعه المسيح. طب هي سلطات المسيح، ليه الرسول قال ان ربكم ليس باعور؟ ليه ما قالش المسيح ليس باعور؟ حد فاهم حاجه انا قصدي ايه؟ فاللي داس كان له عقائد معينه، اللي فهم فهم بقى، وباينه جدا لانه غلط في التسميه. غلط في التسميه. يعني يتسمى المسيح الدجال والحديث كان يبقى ان المسيح ليس باعور لان المسيح وضده. يا اما هو بيتشبه بربنا فان ربكم ليس باعور يبقى كنا نسميه الاله الدجال. انما خلط قدرات الاله مع المسيح ابن مريم ليها معنى بقى ثالث، اللي يفهمه يفهمه، بس يبين ان هناك دس شديد استقر للاسف في اصح الكتب في هذا الدين العظيم. خلص المسيح الدجال، اللي عايز يقتنع يقتنع، مش عايز يقتنع براحته. بكره بقى نفتح موضوع كبير، عوده المسيح الى الارض. نشوفكم بكره ونكمل بكره.